conseil. RefMag, le conseil. برافو اخوان، نبداو الكونسي. نحب نرحب بالمنقذ يلتحق بينا في البلاتو لتعويذ السندريلا، ياخذ مكانها وفقرتها وحضورها الروكي. نحب تصفيقها رامي راسة محلول. صباح الخير يا رام، صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله راكم مزيت. شوف انا مزيتي سابق عليك رب البارح، شوف سبحان الله، لقيت روحي اليوم حاضر والله. واحد اللي سبق الخير البارح، انقذتك ودرت بيك وهزيت وعملت كل شيء. والله لقيت عجلتي البارح ممشوشه معناها على الماده العجله، مشى معايا رامي وهزينا العجله وفخناها ورجعنا وخلص هو العجال للامانه زاد. والله وما لقيتني كان انا وكلهم راوحوا وغزلوا لك زعما مزروقين. ساعه يحكي لي على بداياته، وساعه غير ربعه يحكي لي على التاسعه وعلى علاقه جديده مع مراد. يشكر فيك، يشكر فيك مراد. الحمد لله يا ربي، لا بالحق مراد، وانت تستحق زاد. شفتوا الحلقه الاخيره كيف قلت له اخي بوحد عملتها، خلي شجعني على المواصله في التجربه. بدايتنا كالعاده بالكوسي، ونمشيو نحكيو تسويت على رئيس الجمهوريه قيس سعيد. من منيه لقيس سعيد تكلم البارح، قال الشباب راه شباب تونس الثار لم يكن ابدا لسا، نعرف الاطراف اللي تاجر بيكم بالبؤس نتاعكم بالفقر نتاعكم، وندعوكم باش ما تخليهمش يتاجروا بالفقر هذا. نسمع ابرز ما قالوا قيس سعيد البارح رئيس الجمهوريه. من خلال نحب نتوجه للشعب التونسي الكل، معنا نعرف الفقر، ولكن نعرف شكون اللي قاعد يتاجر بالبؤس والفقر بتاعه. ما تخليه حد يتاجر بالبؤس، ما تتعرضوا لحد لا في أرض ولا في مال، ولا تتعرضوا للأملاك بتاع الناس. نحن وصلنا لهذا بناء على القيمة الأخلاقية، مش بناء على السرقة ولا النهب. فما ناس دخيلة تحب تسرق وتنهب وتخرج في الليل، ما نتعرضوش لأي كان، لا في عرض ولا نمسوا الأملاك ولا نمسوا مؤسسات الدولة. معنا الشاعر أنا جيت أنا ما حبيش أتكلم من بعيد، لأنكم أنتم الناس اللي أنا خرجت منهم وأنا منهم اليوم. معنا وأنا سأبقى منهم لنحمل الأمان، نعرف معنا لنعرف الأولاد اللي موجودين ساعات محاصر بالفقر، محاصر تحت الحصار، ولكن ما نحبش نتعرضوا لأي كان. ما تعرضوش لا للأعراض ولا للأملاك ولا للمؤسسات. ما تعرضوش للأملاك للأعراض للمؤسسات. أنا منكم ونعرفكم ونعرف أنه ناس من البلاصة ذي تحمي في المؤسسات وتحمي في أملاك التوانسة، ما تخليهمش يتاجروا بالفقر والبؤس متاعكم. هذا أبرز ما قاله البارح رئيس الجمهورية اللي كان قريب من التوانسة وقريب من المواطنين. تقريبا هو السياسي الوحيد القادر اليوم يحوز بالطريقة هذيك في وسط البلاد في وسط الشعب. ولكن إلى جانب الكلام هذا فما حاجة كبيرة تلامت على رئاسة الجمهورية. نشوفوا كيف شوفي الفيديو اللي هبط على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. حلك البرلمان، نحي الأحزاب، نحي البرلمان، نهذا ديجاج، الأحزاب ديجاج. هذه عبارات سمحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أنها تهبط وتكون هي ختمة الفيديو تاع زيارة قيس سعيد البارح للمنيهلة، نقطة ثارت جدل كبير وتفاعلوا معها برشا وقالوا هذا اسمه بين ظفرين تفريخ سياسي اللي يقوموا به على مستوى الاتصال في رئاسة الجمهورية. برهان للحضور للكلام وللفيديو كيفاش تخدم العدد والقيس سعيد شنو تقول؟ يلا ستة أولا أنه الرئيس على الأقل خرج يخاطب العباد، كان لاحظتوا فما مطلب أنه العباد تحب تسمع الرئيس في ظل الوضعية هذه. الرئيس اختار معناها أنه يخاطب التوانسة من خلال زيارة لفيف نتاعو، معناها منطقته الأصلية الحاضنة نتاعو الشعبية منطقة المنيهلة وين يسكن. خاطب الناس وهو يقول خيارت أنه الناس نخاطبهم من خلال الناس مش من خلال منبر بروتوكولي. هذه حاجة تعمل كيف حاجة باهية أنه الرئيس كان في وسط العباد في وسط الناس. المساج اللي عداها مساج إيجابية أنه رفع كل أشكال الالتباس أنه هو وأنه أنصاره وراه العنف هذايا وراه الشيء اللي قاعد يتمارس في الليل كان واضح. ندد بالفوضى هذية، ندد بالتوظيف السياسي للفوضى هذية، عطى مساج أنه الناس يلزمها تتحافظ على أملاك بعضها على أعراض بعضها على الكرامة الجسدية لبعضها.
مساج عقلانية، مساج فيها الكثير من الرصانة. لولا حبيت نسترسل أنا أحلاها المساج كانت الفوق تاع الرئيس المجمع، الرئيس اللي ما يحبش، اللي دعا لضرورة الانتباه للتوظيف السياسي للتحركات هذه. هاي الحكاية للتوظيف السياسي بالتوظيف. من بعد توفى للأسف، معناها ليكيب المسؤولة على الإعلام مع الرئيس ولا ما نعرفش شكون ولا الواحد في الأخر، حل البرلمان حل البرلمان حل الأحزاب حل الكذا، والناس كل نعرفوا اللي هو ماهوش في الديريكت. كنا نجموا نقولوا احنا ما نجموش ان نسكتوا صوت الشعب، لكن هذا نعرفوا هذا ماهوش ديريكت، هذا سيدي مونتاج. ونعرفوا زاد الاصوات هذيا راهو ينجموا زوز من الناس يدخلوا يوليوا، هذا تصبح مطلب شعبي عارم وجماهيري، رغم اللي نعرفوا هذا موضوع نقاش سياسي ماهوش موضوع معناها شعارات. معناها رفعت سمعت في التحركات الليليه هذيا ولا في الاحتجاجات حل البرلمان وحل الاحزاب، اي حل الاحزاب باش حل جراند سيرفاس، حلينا الاحزاب ولا حلينا البرلمان باش نتحولوا الجنه، الامور باش تتفرهد، معناها التنميه سيئة باش تتريق، التشغيل باش يتريق، هذا يبحث في المساج هذاك يا ابراهيم. للاسف معناها على قدر ما كانت الزياره حلوه والمساج حلوه والرئيس حط روحه الفوق بالجد والمسؤول السياسي الوحيد اللي مشى وقعد ما بين العباد وما بين الناس، بقدر ما الصيحات هذيك بتاع زوز من الناس في الحقيقه مش حتى شعارات معناها عامه، تو كان جات شعارات يهدر بها الشارع، معناها الكل نقولوا الصفحه بتاع الرئاسه ما تنجمش تخبيها، شعارات بالالاف بشعار سياسي واضح، البرلمان هلكنا الاحزاب هلكونا هلوهن تخبيها زوز من الناس بمره سيدي. انا زوز من الناس نخمم زاده تلقائيين ماهمش تلقائيين، جابوهم مبرمجين المشهد هذاك ولا مش مبرمجينه، الاصرار في صفحه الرئاسه انه يتم الختم بها، معناها هذيك هي الشوت في الاخر، حل البرلمان حل الاحزاب حل درشنوة. معناها هنا يعاود يرجعنا للاسف للنقطه الصفر، انه نحات معناها اكل القيمه الرمزيه والمعنويه والسياسيه الراقيه والقويه نتاع خرجه السيد الرئيس البارح، اللي كانت في مضامينها في كلامها كلام جيد جدا، كلام تنبيه ضد التوظيف السياسي. هذا فكر قيس سعيد ولا الناس قاعده تظلم فيه، الفريق الاتصالي نتاعو يظلم فيه، هذا فكره ولا الناس يحطوا فيه في انجرناج وهو مش فايق كالعاده. هاوش فما، انا بالنسبه لي هاوش فما. الرئيس عطيه التاريخ، عطيه الشرعيه، عطيه الظرف، المرحله، القدره في انه يكون رئيس للجميع، الفوق راك رئيس جمهوريه بمنطق الدستور وهو يعرف منا اكثر من ذلك، مهمه انه يكون انه يكون مجمع، انه يكون فوق الخلافات، انه هو مرجعنا وقت اللي انا نتعارك مع مراد ولا مراد يتعارك مع رفيق، يبقى الرئيس هاك المرتبه هذيك. ما نعرفش فما عباد تصر انه تحطوا يعني طرف من الاطراف الحزبيه المتصارعه الان كما قلت قبل، ولات حزب رئاسه الجمهوريه ضد حزب النهضه وقلب تونس وكذا مع حزب التيار وحركه الشعب، يعني اصبح لاعب ضمن اللاعبين للمشهد هذايا اللي راهو الناس اللي تخرج في الليالي واللي غيرهم واللي فادين اللي هما لونتي سيستيم، راهو هذا الكل بالنسبه ليهم الشكره والبحر. نمشيو للاخبار سير محلالي في ام اكسبريس ونرجو نحكيو في البلاتو. اي اف ام اكسبريس صباح النور. رئيس الجمهورية يؤكد وقت لقائه برئيس سابق الهيئة الحقيقة والكرامة متابعة الملف الأموال المنهوبة وقيامه بمساعي حرصا على عدم التفريط في الأموال اللي تنتهي أجال تجميدها اليوم نص الليل. اتحاد الشغل يستغرب صمت السلطات على ما يصير من تحركات ليلية ويطالب بتقديم توضيحات، تبدد الإشاعات تطمن التوانسة وتحمل المسؤوليات. قلب تونس يندد بأعمال الشغب والعنف والنهب ويدعو الرؤساء الثلاثة لحماية البلاد من الفتنة والخراب. تسجيل 58 وفاة و 1795 إصابة جديدة بكورونا مقابل 2027 حالة شفاء بعد إجراء 6311 تحليل. البرلمان يعقد اليوم جلسة عامة للمصادقة على إقرار تدابير الضمان استمرارية عمل المجلس. وفي الولايات المتحدة إغلاق الكونغرس وتأهب أمني مش مسبوق استعدادا لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن وتحسبا لخروج الأمور على السيطرة. موعدنا يتجدد في أخبار 8، ما زلتم مكملين مع الراف ماج. مازلنا مواصلين معكم في الكونسي، نرجو نحكيو على قيس سعيد رئيس الجمهورية حضوره البارح في المنيه للكلام اللي ألقى بعد الفاصل. اليوم
السبعة متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. التسعة ونص تجيكم وجيها الجندوبي في المدام وجيها، ساعتين ونص فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى النص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيها. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي أنحاء العالم على EFM.TN. السبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مواصلين معكم في الكونسي على ستة. برهان رئيس الجمهورية كانت عبارة من الشكر استدركها، لكن نظرا مدى للخيار متاع فريق اتصال الرئاسة كيفاش وفي الفيديو اللي هبطت على الصفحة الرسمية للرئاسة، مراد العدد سبعة فرحان بقيس سعيد، فرحان بالكلام اللي قاله، وفرحان بعموما بالظهور نتاعو البارح. يلا تفاصيل. انا اللي قالوا برهان الكل موافق، وكنت تقريبا تمشي في نفس التوجه، لن اضيف شيئا، وحتى فيما يخص الخليه الاتصاليه ان وجدت للسيد رئيس الجمهوريه تقريبا موافق، ولو ما هيش حاجة جديدة. الرئيس تقريبا اليوم حتروحوا في موقع سياسي هو ضد السيستم ويمثل جزء من الشعب، لكن أنا حبيت نمشي لأكس آخر ويبدو لي ما ركزناش عليه في هالأيامات هذية اللي نحسوا أنه الأمور تخرج على السيطرة، واللي نسمعوا تصريحات متاع سياسيين يمينا وشمالا ووسطا وغربا وشرقا، راهو يلزم نسكل تعرف حجمها، أحببنا أم كرهنا، بكل عيوبي بكل انتقاداتنا ليه، ما فما كان الرئيس قيس سعيد اليوم ينجم يدور في الشارع حتى بلاش أمن يا بوري. الوحيد اللي ناس تسمع، اللي ناس ما تعتديش عليه، اللي ناس ما تسبوش، مش معناه ناس كل موافقته، مش معناه ناس كل التبلو، لكنه الوحيد، وهذا يحسب له بعد توا كمام خلطنا تقريبا 14 أو 15 شهر من الحكم، وبعد 14 أو 15 شهر كانت فيه انتظارات عديدة، وتقريبا الأداء متاعه لم يكن في مستوى كل الانتظارات، ولكن هذا ما يمنعوش وأنه نزوله على الميدان أنا نحطه من باب الشجاعة السياسية، تحمل مسؤولياته رئيس الجمهورية. ما قلنا وين ولوموا عليها احنا إلى يوم الناس هذا، أنه إلى يوم الناس هذا في 15 شهر عطى حديث واحد للصحافة التونسية، شيء ما يجيش وهي سابقة، حتى زين العابدين بن علي ممكن ما عملهاش. دونك يحسبوا له، ونطرح سؤال، ويلزم الطبقة السياسية الكل تطرح سؤال على نفسها، شبينا ضعاف لهذا الحد؟ الناس اللي قالت حل البرلمان وحتى حل الأحزاب، أنا ما تحب، أنا متأكد ما جابتهمش رئيس الجمهورية وما همش ناس جايين يصفقوا للأسف، وإن كانت فكرة شعبوية جدا، وإن كانت فكرة رمي البذور متاعها الرئيس قيس سعيد، فهي فكرة تدل اليوم على ضعف المنظومة الحزبية. احنا بنينا ديمقراطية مبنية على أحزاب، هذيك هي الديمقراطية البرلمانية، لكن أحزاب لا ما قلتكش حاجة باهية، أنا قلت لك يلزم الطبقة السياسية الكل تتساءل، يا أخي هالأولاد اللي خرجوا في الشارع من 3-4 أيام، وين هي الأحزاب الكبرى؟ وين هي الأحزاب اللي كانت أطرها؟ التجمع بعيوبه الكل، نحي البعد الأمني اللي كان يراقب فينا في كل بيت، كان كذلك يأطر، كان يستبق بأساليب باهية خايبة، مسألة ثانية، اليوم وين النهر؟ وين تلف كرام؟ وين عبير موسى؟ وين اكس نيديتوس؟ سعيد عادي مثلا، لو حتى لو كان الفكره طاغيه عند الشارع، سي با ان ديتاي، حتى لو كان الفكره طاغيه عند الشارع، وتعرف انه الفكره تشكل خطر على المستقبل نتاع الديمقراطيه في تونس، اعطيني بلاد عايشه بلاش احزاب وتنافس بين الاحزاب، شو النموذج؟ ليبيا وقت معمر قذافي، كيما حكيت انا برهان وقت الاوف، انت كرئيس جمهوريه ما تكررش الفكره الغالطه وتزيد تخليها وكاني تعطيها الصوره نتاع حاجه صحيحه، هاو الشعب شي يحب احنا ماشيين في هذا، انت تقصوا الكلام هذاك، ممسي هي رغبه الشعب، انت لوكوموتيف، انت رئيس جمهوريه، انت إيه قاتل، انت رئيس جمهوريه، غدوه الشعب يقول لك يا خويا نحي السياسه وخلي نحكموا القبائل، نمشيوا معاه نهبطها، هنا الشعب يريد حكم القبائل. الكلام اللي تعدى نتاع الجمهور راه يمثل 3-4% من التوقيت نتاع الباستيل اللي هبطت رئيس الجمهوريه. هذاك الشيخ في المخ، الشيوط نتاع الفيديو. انا مشيت في اكس اخر، قلت لك قالوا تقريب برهان وانا موافق، لكن انا نطرح سؤال اليوم ما ننتقدوا فيه الكل، وانا معاكم
في قيس وين بقي الطبقه السياسيه وينهم هذا فراغ متقع خلينا نسمع زيادة والله تاخذ فيك توتي تدافع عن الديمقراطيه وبو كان يدافع عن الديمقراطيه تحب تحل احزاب الديمقراطيه يا راف جوست حاجه انا البارح قيس سعيد كما قال باش مانيش باش نزيد على خويا بوريان وخويا مراد نحييه اما نحييه زاد فما نقطه سلبيه شنو هي البؤره اللي حلها يا راف في الكورون يا اخي مش قالوا القهاوي مسكرين نطلب من قيس سعيد يجينا البارد ونحن مسكرين يجي حظ بهنا خلينا نخدموا شويه قهاوي ومطاعم بالحق والله بالحق يا رفيق شنو هي الغلب تو البارح كان ترى الكونترول على القهاوي والريستورونات عباد باش تبكي كراوات مش خالصه كذا ساعه ما عملوا لهم حتى قرار انت منيت الرئيس البارح يخرج لنا بقرار يقول اصحاب المطاعم ولا المقاهي ولا حاجه البارح بؤره الاشياء زاد كيف كي نحكيو في خروج والناس اللي تلمت بيه والفول هذيك رئيس الجمهوريه من الاول بدا يشتر كلامه بلاش بافيت ومن بعد ظهر خلطوا له البافيت ما وراوناش في المونتاج فجاه تحول الى شخص لابس البافيت نتاعو في الظروف اللي احنا فيها تحب ولا تكره خطا معناها احنا نقولوا ما تلموش اربع خمسه من الناس تلموا ما نعرفش قداش البارح دايرين رئيس الجمهوريه في الوقت نتاع الكورونا لا يخرج كان عمل مع عمل نسألك سؤال هو انا نسألك قول لي انت صحيح ولا غلط هو يخرج في التلفزه يتكلم يكلمنا مش لازم يهبط المنيله باش يكلمنا البارح الرمزيه مش كان سيغير معناها انه انت ترى الالتحام اليوم في الكورونا معناها نخاطروا بالشيء هذا ويهبط رئيس الجمهوريه وتتلم العباد وبعد نقولوا له ما تتلموش في قهوه في كافيتيريا لا ما يجيش قضية الشارع مراد خليني نعقب عليه ونختلف وننهي معاه وننهي ما هيش رصيد ومكسب أن يخرج الشارع راهو الناس كل تنجم تخرج الشارع خاصة تبدا مدجة بالحماية الأمنية تنجم تخرج الشارع ورد بالك لعبة الشارع راهو قد تنقلب عليك ما تختارش منها انتقائية ذكر الرئيس كي مشى لباريس تذكرك اللقطة اللي تلموا به المواطنين التوانسة واش حصل وقتها هذيك ما هبطتش في صفحة رئيس الجمهورية لكن صوروها العباد بالفيديو عجبتك وقتها ما حسيتش أنت كمام أنه وقع التجاوز على شخص رئيس الجمهورية اللي مثلنا الناس الكل بالتالي راهو الخروج للشارع راهو ماهيش مسألة ديما 100% نعتبروها مكسب سياسي نبروا به حاجات يا مراد العباد راهي تنتظر من السيد الرئيس حاجات اكثر واقعيه لفائدتهم اقوى مثال واقعي يا رفيق باش يخدم في اي اف ام العام لهم يهبط مرسي سيدي البحري وحومته وكذا فرحوا به انتظروا منه تغييرات انتظروا باش يتكلم عليهم سي رفيق ولا يتكلم على لاك دو المرسى معناتها كارتاج وكل اليوم رفيق ما ينجمش يعتب بالسونتر فيل خلينا نقولوا معناتها غادي عنده دار خاله ست سنين ما عادش خاله من اللي بدا يخدم في اي اف ام هذا معناتها يا رئيس علاش؟ يا قيس سعيد شوف الدرس من رفيق بوشناق قعد يحوس معناتها محصول دور حتى مراد كيف مراد خلينا نقولوا مراد ما يهبطش في السونتر فيل من اللي تولد معناتها دونك بالحق ان شاء الله ياخذوا الدرس نمشيوا للاخبار